هنبدأ مع حضراتكم بآخر الأخبار الخاصة بكأس العالم واللي موجودة في الصحف العالمية وعلى السوشيال ميديا، ونبدأ مع حضراتكم بخبر عن مباراة بكرة. كرواتيا تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة إنجلترا. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، سوباسيتش بيعاني من إصابة، لكن على ما أعتقد إنه هيشارك في مباراة بكرة. كان عنده إصابة، لكن الجهاز الفني حب إنه ياخد راحة سلبية، بعد كده نزل مع الفريق شوية، لكنه بكرة أعتقد بنسبة كبيرة تعدي 90% سوباسيتش هيكون موجود، حارس مرمى المنتخب الكرواتي في مواجهة إنجلترا. سوباسيتش وبيكفورد وكورتوا ولوريس، الأربعة بينافسوا على أفضل حارس في البطولة. دانيال سوباسيتش حارس كرواتيا بيتحدى الفيفا قدام حضراتكم. كان بعد المباراة الأخيرة على التوالي سوباسيتش دي تيشيرت هو لابسها تحت تيشيرت المباراة أو اللي بيقف بيها حارس مرمى، ودي عليها صورة زميله اللي توفى من أكتر من 10 سنين، وهو دايما بيخلد ذكراه، لكن الفيفا حذره مرة وفرض عليه غرامة 10,000 يورو، لكن الفيفا حذره مرة تانية ولسه مش عارفين إيه الإجراء اللي هيحصل ضد سوباسيتش. لكن وجهة نظري احترام قرار الفيفا كلاعب كرة قدم، واجب عليه المنظومة الأكبر اللي بتنظم، وانت لاعب لازم تنفذ اللي يتقالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم. أما جمهور إنجلترا يراهن على صحوة ديلي ألي وستيرلينج في المونديال. طبعا اثنين من نجوم المنتخب الإنجليزي، اثنين صغار السن، نتكلم على ديلي ألي 22 سنة أصغر لاعب موجود في المنتخب الإنجليزي. جمهور منتخب إنجلترا عنده أمل كبير جدا في الاثنين لعيبة دول إنهم يوصلوا بإنجلترا إلى المباراة النهائية. كمان أنا بزود عليهم هاري كين، بزود عليهم ماجواير، بزود عليهم ستونز، بزود عليهم ووكر، بزود عليهم هندرسون اللي مأدي دور رائع جدا جدا، وما اعتقدش ان في كتير حاسس بدور هندرسون مع المنتخب الانجليزي، كون ان المنتخب الانجليزي بيلعب 3-5-2، لكن دي على الورق، لكن هندرسون بيبقى ليه دور دفاعي كبير جدا كاليبرو نص الملعب وكمدافع مع الثلاثه اللي في خط الظهر. اما كرويف كرواتيا، خبر يعني عايزين او ساوث جيت، خبر اللي قدام حضراتكم، ساوث جيت لن يتنازل عن تشكيلته الاساسيه أمام كرواتيا. ساوث جيت هيلعب بنفس التشكيل اللي موجود أو اللي لعب بيه في مبارياته الأخيرة. حصل تغيير مرة واحدة فقط لا غير، بعد مباراة تونس وبنما لعب مباراة بلجيكا بالفريق الثاني، وبالتالي كان ليها بعد نظر في إنه يصعد مركز ثاني ويروح للمجموعة السهلة في مواجهات دور 16 والثمانية ودور قبل النهائي، يعني أخف شوية من المجموعة الثانية، لكن ما فيش حاجة سهلة في كأس العالم. أما كرويف كرواتيا على بعد خطوتين من الانضمام للعظماء العشرة. كرويف كرواتيا هو لوكا مودريتش، العظماء العشرة دول اللي هم في سنة واحدة حققوا دوري الأبطال وبطولة كأس العالم. على سبيل المثال سامي خضيرة 2014 مع منتخب ألمانيا ومع ريال مدريد، روبرتو كارلوس 2002 مع ريال مدريد ومع منتخب البرازيل، بنتكلم على كاريمبو مع منتخب فرنسا 98، بنتكلم على جيرد مولر، بنتكلم على فرانس بيكنباور، بنتكلم على يعني لعيبة كثيرة جدا موجودة حققت، يعني أنا بنقي لحضراتكم أبرز الأسماء اللي ودننا دايما عارفاها وبتسمع عنها. وبالتالي مودريتش هنشوف، طبعا هو كرويف كرواتيا عشان هو صورة طبق الأصل من كرويف الأسطورة الهولندية ولاعب برشلونة اللي طبعا توفي من أعوام، وبالتالي يعني هنبقى نجيب لحضراتكم الشبه، هتلاقوه نسخة من كرويف. وطبعا بالمناسبة كرويف من أعظم اللعيبة اللي جم في تاريخ العالم. خبر اللي بعد كده طبعا وين روني الأسطورة الإنجليزية منتخب أنجلترا، أثار ضجة حقيقية في المونديال. احنا عارفين ان روني انتقل الى نادي دي سي يونايتد الامريكي، منتقل ليه من نادي ايفرتون الانجليزي.
وفابيو كابيلو المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي يرشح الإنجليز بالفوز بالمونديال. هنشوف. طيب، مدرب كرواتيا يحلم باستكمال أسطورته مع منتخب بلاده في المونديال. طبعا دالتش، زلاتكو دالتش، واحد من المديرين الفنيين الشباب، من المديرين الفنيين المجتهدين اللي بيحلم. هو دلوقتي وصل لجيل 98، صقر طبعا وما أدراك ما صقر، والجيل الذهبي لمنتخب كرواتيا اللي منتخب فرنسا طلعه في المباراة قبل النهائية بأعجوبة بمباراة ترام اللي نجح انه يحرز هدفين ويصعد فرنسا. لكن دالتش عنده فرصة كبيرة جدا انه يصعد للمباراة النهائية ويكون اول مدير فني في تاريخ كرواتيا يصعد للمباراة النهائية. وطبعا احنا عارفين مشوار رئيسة كرواتيا مع المنتخب ليها دور كبير جدا جدا، وطبعا بتديهم من روح ودفع معنوية كبيرة. فاردي وهندرسون جاهزين للمشاركة امام كرواتيا. فاردي طبعا فاردي مهاجم ليستر سيتي مش بيشارك بصفة أساسية، وهندرسون طبعا لاعب ليفربول واللي بيشارك بصفة أساسية طبعا، ومن الركائز الموجودة بقوة في المنتخب الإنجليزي هيبقى موجود في مباراة كرواتيا. والتركي أو الحكم التركي شاكير حكما لمباراة إنجلترا وكرواتيا. شاكير طبعا عارفينه كلنا في دوري الأبطال، عارفين بقى عنه كل حاجة، خلاص مش هتكلم كتير. شاكير دايما من الحكام اللي عليه علامات استفهام عموما، بتكلم في دوري الأبطال في اللقاءات اللي بنشوفها، لكنه هيحكم مباراة إنجلترا وكرواتيا في مونديال روسيا 2018. أما جيوف هيرست منتخب إنجلترا قادر على الفوز بكأس العالم. جيوف هيرست ده هو صاحب هاتريك نهائي مونديال 66. وبالتالي نتكلم على احد الاساطير في اللعبه والمنتخب الانجليزي، وكمان رايه يعني مهم جدا ودفعه، كله بينتهز فرصه الادلاء بالتصريحات علشان يشد من اذر منتخب بلاده سواء انجلترا او كرواتيا. والجماهير الاوكرانيه تتضامن مع مساعد مدرب كرواتيا بعد الاقاله. يعني بنتكلم في لفتة طيبة جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين ان جمهور الاوكراني بيتضامن، محدش اتضامن من جمهور كرواتيا مع مساعد المدرب، لكن جماهير اوكرانيا بما انهم جيران مع بعض فهم اللي تضامنوا مع المساعد بعد خبر اقالته. وفابيو كابيلو طبعا تاني بيرشح المنتخب الانجليزي للفوز بلقب كأس العالم. كابيلو بيتكلم في أكتر من جهة أو أكتر من صحيفة علشان عنده خبرة قبل كده وهو مدير فني سابق للمنتخب الإنجليزي. وفيدا يخوض مباراة إنجلترا رغم أزمة الفيديو السياسي. زي ما حضراتكم شايفين فيدا لاعب المنتخب الكرواتي حصل له مشكلة بسبب فيديوهات الفيسبوك، والفيديوهات بقى مشكلة كبيرة جداً بتقابل لعيبة كرة القدم أو أي شخصيات عامة أو أي شخص تحت النقد. فبالتالي ساعات كده الواحد ما بيكونش واخد باله، لكن يعني ساعة القدر بقى بيكون الواحد مش شايف قدامه، وبالتالي هيبقى موجود. لكن فيديو الأزمة اللي كانت موجودة مع فيدا هنشوف هل في قرار هيتاخد ولا لأ بعد مباراة بكرة، هنشوف. وفينجر يوضح سبب تراجع مستوى أوزيل مع المونديال. صراحة فينجر مش محتاج، احنا عارفين ان اوزيل بيلعب في ارسنال فدي كفاية يعني، فدي احنا الجمهور الالماني بيشفع له اكيد طبعا. مستوى مسعود اوزيل مع الارسنال متذبذب، فبالتالي بينعكس عليه مع المنتخب الالماني. على سبيل المثال رونالدو مع ريال مدريد متألق واخد بطولات، فبالتالي هو اللي كان ظاهر بشكل كبير مع المنتخب البرتغالي وصنع واحرز 4 أهداف وتألق مع المنتخب البرتغالي برغم الخروج. أما لويس إنريكي مديرا فنيا للمنتخب الأسباني، قرار صائب جدا جدا من الاتحاد الأسباني يغفر له شوية، قرار إقالة المدير الفني قبل 48 ساعة من بداية المونديال. وخبر غريب جدا جدا، يعني لوي دراع بقى ماسك عليهم زلة مش عارفين،
لكن الاتحاد الأرجنتيني يعلن استمرار سان باولي في قيادة المنتخب، وكمان زود عليهم وقيادة منتخب الشباب الأرجنتيني. يعني الخراب هيبقى في الكبار وفي الصغيرين. يعني ليه سان باولي موجود في منتخب الأرجنتين؟ الاتحاد الأرجنتيني ما استغناش عنه لسببين. اولا متعاقد مع الاتحاد الارجنتيني لمده 5 سنين، وده انا مش عارف مين اللي عمل العقد ده، يعني مين اللي عمل العقد ده. المفروض ان في عقود بيبقى ليها علاقه بمده زمنيه مرتبطه مع بطولات، لكن 5 سنين زائد شرط جزائي كبير جدا. فعشان تمشي سان باولي هتدفع الشرط الجزائي، والاتحاد الارجنتيني مش عايز يعمل كده، وسان باولي مش هيلاقي فرصه احسن من كده ان هو لو عايز يمشي ادوني فلوسي، لو مش عايزين لو مش عايزين تمشوني انا قاعد معاكم مبسوط جدا ما عنديش اي مشكله. فبالتالي سان باولي هيبقى موجود مع المنتخب الارجنتيني، والله يكون في عون الجمهور، والله يكون في عون بقى ميسي واللعيبه اللي موجوده، حتى لو هو بياخد راي ميسي، هو في الاخر جاب ميسي الارض. بنتكلم على خبر فيكتوريا لوبريفا سفيره الفيفا تحث الجماهير الإنجليزية على القدوم إلى روسيا. بصراحة جمهور إنجلترا يعني مش محتاج بعد يعني الدعوة دي، أعتقد مش محتاج إن هو ما يجيش. وفي نفس الوقت إنجلترا يعني الهوليجنز الإنجليزي يعني موجود بشدة وبشكل كبير جدا في روسيا، لكن هي أكيد عايزة المباراة تكون مليانة فيها جمهور من الفريقين. لكن يعني انا اعتقد ان هي كانت محتاجه كمان تعزم الجمهور الكرواتي، بما ان الانجليز اكبر واكتر من الكروات. احنا عارفين طبعا ان انجلترا يعني المملكه البريطانيه، مش بس انجلترا، انجلترا واسكتلندا وويلز، فجمهور من كل حته، لكن كرواتيا جمهور قليلين. طيب الخبر اللي بعديه، الفيفا تعلن 12 حكما متاحا للمباريات الاربع الاخيره بالمونديال. بصوا بقى على الجمال ان هم اختاروا 12 حكم متاحين ويتم التفضيل، يعني هم ظبطوا كل حاجه وجهزوا الحكام، وبالتالي بقى يعرفوا ان هم يسكنوا براحتهم، ويبقى في تنسيق مع الاداره التحكيميه والاربع مباريات اللي هتبقى موجوده، اللي هم الاربع مباريات اللي هم قبل النهائي وقبل النهائي وثالث ورابع والمباراه النهائيه. وروايات متضاربة حول سر غياب الرئيس الروسي بوتين عن المونديال. يعني الرئيس بوتين واحد من الشخصيات اللي عندهم كاريزما عالية جدا، واحد من الرؤساء اللي عندهم شخصية قوية جدا، وبالتالي غيابه أو حضور المباراة الأولى وغيابه عن باقي المباريات للمنتخب الروسي بالنسبة للصحافة الروسية هي علامات استفهام. وجود الرئيس الروسي أكيد كان مهم جدا جدا في دعم المنتخب، لكن الله اعلم هل يعني الامر السياسي بيحتم عليه ان هو يشتغل اكتر ما يكون متواجد. ده اكيد امر الصحافه الروسيه هي اللي هتحسمه في الفتره اللي جايه. واللجنه المنظمه للمونديال تحتفل بالمتطوعين. اكتر ناس بتتعب في اي تنظيم بطوله اللي قدام حضراتكم دول، الشباب المتطوع في تنظيم المونديال بدون مقابل. ايه الشرف اللي بينالوه؟ شرف تنظيم البطولة تحت مسمى فيفا، هو ده الشرف اللي طبعا بيخشوا. يعني كل واحد بيبقى مكلف بحاجة، واحد سافر وشاف هم قد ايه بيتعبوا، سواء في مرافقة البعثة، في الفندق، في مقرات التدريبات، في الذهاب الى المباراة، في تنسيق مواعيد الاكل، في مواعيد الاتوبيسات، في بعد المباراه بقى والاجواء والطيرانات. فبالتالي اكيد طبعا لفه طيبه جدا من الفيفا، وده امر طبيعي جدا مش حاجه غريبه على الفيفا. اما السويسري اما راكيتيتش يقود كرواتيا الى المجد في روسيا. طبعا راكيتيتش الكرواتي عنده فرصة كبيرة جدا انه يوصل للي ميسي ما عرفش يوصله، بما انهم بيلعبوا مع فريق واحد او بيلعبوا في فريق واحد، انه يوصل للمباراة النهائية. راكيتيتش واحد من اللعيبة المهمة جدا للمنتخب الكرواتي وايضا في صفوف برشلونة. اما جماهير البرازيل غاضبة من اختفاء نيمار،
نيمار دايما عليه علامات استفهام، عليه جدل واسع، وفي نفس الوقت بقى تريقه على نيمار وسخريه مش عايز اقول لحضراتكم في الفتره الاخيره بعد موضوع الوقعات المتكرره ده، يعني موضوع صعب جدا. فالله يكون في عون نيمار من الانتقاد، لكن اعتقد ان هو مش هيقضي اجازه في البرازيل، اعتقد ان هو هيرجع تاني فرنسا، او على الاقل هيروح مكان يبعد فيه عن الناس وعن الانتقادات اللي لازمته في الفتره الاخيره. اما صفقه رونالدو تستحوذ على الاهتمام الاعلامي في روسيا. رونالدو يعني اسم كبير جدا جدا، مهما كان عندك قبل نهائي، مباراه نهائي، الفيفا كلها موجوده عندها اجتماع، اساطير العالم موجودين، يبقى رونالدو هو رونالدو. خبر انتقاله ليوفنتوس مقابل 105 مليون يورو في 4 سنين، تعاقد مقابل ليه هو 120 مليون يورو كل سنه، 30 مليون يورو، هو حديث الساعه في الصحافة الروسية والصحافة العالمية. وخبر طبعا ان زي ما حضراتكم شايفين راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية سعيد بأداء منتخب روسيا في كأس العالم.